الأمر يتعلق بعديد النقائص المتصلة بالأشخاص الذين يمكن أن يتم إقصاؤهم بناء على هذا القانون، ثم إن هذا القانون إذا وضع اليوم سيطبق في ظل الدستور القادم لتونس وقد يكون متعارضا معه، ولا بد من الانتباه إلى هذا الجانب يعني الذي سيطرح بالتأكيد بعد وضع الدستور، فضلا عن أنه لا وجود لختم في نص الدستور، وكأن هناك جهة داخل الدولة ربما تعترض على هذا المشروع أو على بعض أجزائه. الشعب التونسي، الناخب التونسي يمكن أن يتعرف على المترشحين، يعرفهم بتاريخهم، يعرفهم بحقيقة انتسابهم. في ذلك الوقت فقط يتم الإقصاء عن طريق الشعب بصفة طبيعية، بصفة آلية، دون لجوء إلى أي نص قانوني، لأن طريقة الاقتراع التي تم اعتمادها في كل الانتخابات السابقة بالنسبة حتى الانتخابات المجلس التأسيسي الحالي هي طريقة الاقتراع على القائمات، وفي القائمات يتسلل المتسللون. المهم أن تكون على الأفراد أعرفك شخصيا فأصوت لك أو لا أصوت. هذا إذا تم الأخذ بهذه الطريقة سيتم الإقصاء بصفة آلية. أما في غياب، وأعتقد أن أي حزب في السلطة اليوم يسعى إلى البقاء في السلطة ولن يأخذ بهذه الطريقة، فلماذا لا يتم إدخال التعديلات الضرورية على هذا النص وليعرض على الاستفتاء الشعبي حتى تكون الكلمة الحسم للشعب التونسي؟ القانون الدولي ليس بالشكل الذي يقدمونه، هناك إمكانيات للدول للتقدير، وإذا تم وضع قانون لا أعتقد أنه يمكن اللجوء إلى أي جهة دولية، قد تجد هذه الأطراف سندا من بعض الجهات الدولية ولكن لن يغير ذلك كثيرا، علما وأن الإجراءات أمام هذه المنظمات طويلة جدا، فضلا عن أنه يجب استنفاد كل الإجراءات في القانون الداخلي.